ايه اللي بيحصل في غرف وزارة الاستثمار وسر زيارة وزير الخارجية الكويتي لمصر وقبلها رئاسة الجمهورية واجتماعه مع الرئيس السيسي وعلاقة الزيارة بالملفات الاقتصادية والاستثمارات الكويتية في مصر؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، فخليكم معانا للآخر. بانكير نبض البنوك. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ عبد الله اليحيى وزير خارجيه دوله الكويت، وبعدها قابل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه. والحقيقه الضيف الكويتي ما كانش جاي في مهمه سياسيه بالمعنى المعروف، لكن جاي بصفته رئيس الجانب الكويتي في اللجنه العليا المصريه الكويتيه، ودي لجنه مهمتها زياده التعاون الاقتصادي بين البلدين. قبل ما نتكلم في قصة الزيارة، تعالوا نشوف حجم الاستثمارات الكويتية في مصر. حسب الأرقام، الاستثمارات الكويتية في مصر بتعدي ال 20 مليار دولار، والكويت ليها أيادي بيضاء في الاقتصاد المصري. والحقيقة العلاقات بين البلدين قديمة وقوية، وزارة اليحيى النهاردة بتأكد ده، لأن الراجل جاي ومعاه ملفات كتير مهمة، أولها الاقتصاد والاستثمار والتعاون بين الكويت ومصر الفترة اللي جاية. مدبولي رحب بالضيف الكويتي وأكد إن مصر مستعدة لتلبية أي مطالب المستثمرين الكويتيين ومنح الشركات الكويتية ميزات الرخصة الذهبية. ووصل الكلام للتعاون مع الجانب الكويتي بخصوص زيادة حصة مصر في المنتجات البترولية الكويتية وزيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية المصرية. مدبولي بلغ الوزير الكويتي ان مصر شغالة بقوة في خطة لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير صناعات البتروكيماويات والنفط في مصر. الضيف الكويتي الكبير اتكلم عن مكانة مصر في قلوب الكويتيين، وان الكويت بتستعين على مدار تاريخها بالخبرات المصرية في كل المجالات، وان الكويت بتعتبر مصر شريك استراتيجي، وان زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر هدف للقيادة، وان الفترة الجاية هيكون فيها مشروعات ضخمة بتمويلات كويتية في السوق المصري. المسؤول الكويتي عقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى صندوق مصر السيادي، وان في فرص كتير محل دراسة بالنسبة للجانب الكويتي. وقدم اليحيى تصور مهم للتعاون مع مصر في مجال الامن الغذائي ودخل الاستثمارات في القطاع الحيوي ده. خلاصة الزيارة ان في صفحة جديدة في العلاقات المصرية الكويتية هيكون فيها مشروعات ضخمة وتدفقات دولارية اكبر، واستثمارات جديده هتنضم لباقي الاستثمارات الخليجيه في مصر، واللي كانت مهمه جدا في الفتره الاخيره وساعدت في عبور مصر لازمات كتيره، واثبتت في نفس الوقت ان التعاون العربي كفيل انه يحل ازمات الدول والاقتصادات العربيه بفضل الامكانيات الماديه الضخمه والاسواق المتسعه وتحكمها في خطوط التجاره الدوليه، وكمان عندها شباب واعد يقدر يغير ملامح الاقتصاد الحديثه. كان معكم مصطفى ابراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.